ده خبرنا الاولاني. طيب هنروح للخبر الثاني وبرضه سبق لبرنامج الابطال. سبق لبرنامج الابطال. سؤال هنطرحه من خلال الحلقه. من هو النادي الاكثر تتويجا بالبطولات المحليه للالعاب الاخرى في مصر موسم 2021؟ ده السؤال اللي احنا بنطرحه في بدايه كلامنا عن هذا الموضوع. وبالرغم لا بس انا هقول يعني احنا بنطرح السؤال دليل لان احنا سمعنا نغمه والنغمه دي ما طبعا يعني من مشككين بيقول لك النادي الاهلي بينهار، النادي الاهلي في الالعاب الاخرى عنده مشاكل، النادي الاهلي عنده مشكله. نغمه يمكن يعني ماشيه اليومين دول. احنا بنفند الكلام ده وبنواجه. احنا برنامج الابطال ما بنحطش راسنا في الرمل، بنواجه الكلام وبنرد بالدليل وبالارقام. من اول يوم في هذا البرنامج بالدليل والارقام بنقول 1+1=2. من هو النادي الاكثر تتويجا؟ قولا واحدا هو النادي الاهلي. ازاي؟ بالارقام. وهنقول لحضراتكم كل الالعاب اللي شارك فيها النادي الاهلي السنه دي وكشف حسابه. وعلى فكره ارقامنا دي ارقام رسميه، ارقام حصلنا عليها من النادي الاهلي، مش ارقام احنا اجتهدنا وجمعناها انا وفريق الاعداد. لا الـ 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 الارقام دي فريق الاعداد جابها رسمي، او يعني ارقام موثقه في اداره النادي الاهلي واداره النشاط الرياضي. خلينا نبتدي واحده واحده بالارقام ونشوف، وانتوا اللي هتحكموا احنا ليه بنقول النادي الاهلي في الالعاب الاخرى هو الاكثر تتويجا. هناخد واحده واحده. ده جدول قدام حضراتكم. هنخش على الكره الطائره رجال. هناخد النشاط الاول رجال وسيدات، واللي وما ينفعش نفصل بين الاثنين لان الاثنين نشاطات والاثنين ليهم منتخبات مصر. الكره الطائره رجال عدد البطولات موسم 2021، عدد البطولات اللي شارك فيها 2، عدد البطولات الحاصل عليها 1. ليه بقى؟ لان فاكرين لو تفتكروا احنا خدنا الدوري وخسرنا الكاس. انا بس هفكركم بحاجات اللي انا فاكرها. الكره الطائره سيدات دخلنا بطولتين دوري وكاس، كسبنا البطولتين. نروح على كره السله رجال، شاركنا في 4 بطولات كسبنا بطوله واحده، البطوله الواحده هي دوري المرتبط. كره السله سيدات شاركنا في 4 بطولات كسبنا 3. كرة اليد رجال شاركنا في موسم 2021 في 4 بطولات حصلنا على 2. تنس طاولة رجال شاركنا في 3 بطولات حصلنا على 3. تنس طاولة سيدات شاركنا في 3 بطولات حصلنا على 3. ألعاب القوى عمومي رجال، أنا كمان مش هكلمكم عن الناشئين والناشئات، لو كلمتكم عن الناشئين والناشئات حدث ولا حرج وعايزين حلقتين عشان اكلمك عن الناشئين والناشئات. يعني لو الناشئين والناشئات دي ادخلوا معايا امتى؟ لو اتكلمت على الدرع العام للرياضه المصريه. في الحاله دي النادي الاهلي هياخدها بدون منازع، بس انا بكلمكم على مستوى الرجال والسيدات. هنخش على هنخش على الجزء الثاني من الاحصائيه. العاب القوى رجال عمومي دخلنا بطولتين فزنا بالبطولتين. العاب قوى عمومي سيدات دخلنا بطولتين فزنا بالبطولتين. السباحة طويلة عمومي سيدات دخلنا بطولة كسبناها. السباحة القصيرة عمومي رجال وسيدات 1-1 دخلنا بطولة كسبناها. تنس الأرض عمومي رجال دوري عام دخلنا بطولة كسبناها. ليه أنا بقول دوري عام مش جمهورية؟ الدوري العام بتشارك باسم النادي الأهلي في الألعاب المضرب. الدوري العام أنت بتشارك باسم النادي الأهلي، في الجمهورية بتشارك باسم أفراد. فعشان كده احنا جايبين الدوري العام اللي هو البطوله اللي بيمثل فيها اللعيبه اسم النادي الاهلي. طيب هنخش على سكواش عمومي رجال. اللاعب مصطفى عسل اول جمهوريه 1-1. الجمباز الاول عمومي رجال وسيدات الدرجه الاولى والثانيه دخلنا بطوله خدنا اول جمهوريه للسنه الثالثه على التوالي، يعني 1-1. الكاراتيه عمومي رجال ده شاركنا في بطولتين خدنا البطولتين، اول كاتا فردي جمهوريه ومنطقه. انا بكلمكم على اللي احنا شاركنا فيه وخدناه، في بطولات ما شاركناش فيها. الكاراتيه عمومي وسيدات، عمومي سيدات الكاراتيه عمومي سيدات شاركنا في بطولتين خدنا اول كاتا فردي جمهوريه واول كوميتيه منطقه. باجمالي كام حصل النادي الاهلي على مركز اول؟ طبعا خدنا 31 بطوله من اجمالي 38 بطوله تم الاشتراك بها خلال موسم الرياضي 2021 في جميع الالعاب الرياضيه الجماعيه والفرديه. انا جبت لكم الاثنين على مستوى الفريق الاول والعموم للرجال والسيدات، بين قوسين الناشئين طلعناهم بره لان لو دخلنا الناشئين تاني عايزين حلقتين ثلاثه.
بالارقام النادي الاهلي هو اكثر نادي حصولا على البطولات المحليه موسم 2022. طيب سؤال هنا، كم بطوله خسرناها؟ خسرنا 7 بطولات من 38 بطوله، يعني ما كملناش يمكن نقول 10-15% 20%، يعني رقم يعني مش كبير. السؤال هنا، النغمه اللي بتقول النادي الاهلي عنده مشكله في الالعاب الاخرى، النادي الاهلي بيخسر، لا، هو بيحصل ايه؟ بيتم اختزال الصوره في مشهد واحد، بطولتين ثلاثه انت خسرتهم، ويبتدي يحط السبوت عليها من اعلام معين او اتجاهات معينه عشان يبرز انجاز في اتجاه تاني. في الوقت اللي بعد اذن حضراتكم اطلع بره الصوره وبص على الصوره كامله، هتلاقي النظره مختلفه تماما، وهتلاقي ان النادي الاهلي هو اكبر قلعه رياضيه في مصر بيقدم كوادر للمنتخبات، بيقدم كوادر للمنتخبات. وانا بقول بالارقام، وهنعمل لكم كمان حلقه وهنجيب لكم احصائيه عدد لعيبه منتخبات مصر من النادي الاهلي في كل الالعاب، وهنوريكم قد ايه النادي الاهلي بيساهم في ده عشان نبرز دور النادي الاهلي. فاذا لما يحصل اختزال المشهد في بطوله يد او بطوله سله او او او، مع احترامنا لجماهير الانديه الاخرى والانديه المنافسه، ولكن لما يتم اختزال الصوره في مشهد قد كده زاويه 25 درجه ولا 20 درجه وتسيب ال 180 درجه الكامله ما تشوفش عليها، لا ده مش عدل. ودورنا احنا هنا منبر النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي نبين لجمهورنا واكيد جماهير الرياضه كلها من هو النادي الاكثر تتويجا 2021. وتاني بقول لحضراتكم، تم اختزال المشهد في بطوله او اتنين، كره اليد اللي الدنيا كلها بتقول وبتعيد، كره اليد نجح السنه اللي فاتت بطولتين، خد كاس مصر، شارك بطولتين السنه دي، خد وبينهم بطوله مباراه، منهم بطوله مباراه، مع احترامنا طبعا لا نقلل من البطوله، بس المباراه كانت البطوله كانت عباره عن مباراه. النادي الاهلي اخد بطوله ابطال الكؤوس. طيب هل احنا يعني النادي الاهلي خلاص كده والدنيا تمام؟ لا، النادي الاهلي دايما بيشوف مشاكله فين، بيشوف اموره فين، بيشوف يحسن من نفسه فنيا ازاي. واكبر دليل كره السله، اكبر دليل حاضر في ذهني دلوقتي كره السله. كره السله نجحت امبارح، وفي اخبارنا هنتكلم وهنقول وهنشوف، نجحت امبارح انها تاخد بطوله منطقه القاهره بفرق 19 نقطه عن نادي الجزيره، انا اسف 21، فرق 21 نقطه عن نادي الجزيره. و السلة كان عندنا مشكلة، وعلى فكرة عايز أقول لكم على حاجة، ما يعني إحنا كلنا كنا شايفين لا، النادي الأهلي بيشتغل على مشاكله، بيشوف أموره إيه الفنية، محتاج يطور إيه، محتاج إضافة فين، تدعيم من هنا تدعيم من هناك، عشان كده النادي الأهلي في القمة، عشان كده النادي الأهلي في القمة. كنا أمناء معاكم في عرض البطولات ومشهد البطولات وعدد البطولات، وأتمنى من حضراتكم يكون الموضوع ده اتقفل تماما عشان الأرقام لا تكذب.